مساء الخير. اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الموافق 24 إبريل أن الفظائع التي تعرض لها الأرمن في عام 1915 في ظل الدولة العثمانية كان إبادة جماعية. وما أن فعل الرئيس الأمريكي ذلك حتى عمت الأفراح أرمينيا والأرمن في الشتات، أي في جميع دول العالم، وأصاب الحزن والغضب الأتراك، وتوترت العلاقة بين أنقرة وواشنطن، أو لنقل ازدادت توترا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ما أهمية هذه الخطوة التي تبدو رمزية جدا؟ ما أهمية أن يعترف الرئيس الأمريكي الآن أن ما جرى من 106 سنة تحت حكم إمبراطورية تفككت وتحللت، وهي الإمبراطورية العثمانية، كان إبادة جماعية وليس مجرد مآسي أو فظائع أو حتى مذابح؟ ما الذي يستفيده الأرمن من هذه الخطوة التي كرسوا لها نحو 100 عام من كفاحهم الوطني؟ 100 سنة والأرمن بيحاولوا يقنعوا أكبر عدد من حكومات العالم أن تصف ما جرى بداية من 1915 أنه كان إبادة جماعية. وما الذي يخشاه الأتراك من هذه الخطوة؟ محاولة الإجابة على الأسئلة دي كلها بتقتدي مننا أن احنا نعرف ما جرى، وما جرى باختصار يمكن فهمه بفهم وقائع الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى بدأت في صيف 1914 وكانت بين طرفين أساسيين. الطرف الأولاني بيضم الإمبراطورية العثمانية وألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر في مواجهة التحالف الثلاثي الذي ضم فرنسا وبريطانيا والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية على مستوى ثنائي كانوا مشتبكين في صراع ممتد لمئات السنوات، واشتبكوا في 12 حرب رئيسية على الأقل. وكانت منطقة القوقاز أحد أهم ساحات الصراع بين الإمبراطوريتين. الحظ العثر للأرمن أنهم كانوا أحد الأقليات التي تعيش في هذه المنطقة من العالم، في منطقة القوقاز وشرق منطقة الأناضول، أي شرق تركيا. ولما بدأت الحرب العالمية الأولى كان الأرمن التاريخية، يعني الأرمن التاريخية يعني المنطقة التي عاش عليها الأرمن لآلاف السنين، كانت مقسمة ما بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية. يعني بعض الأرمن يعيش تحت حكم العثماني، وبعض الأرمن من بني ذويهم يعني يعيشون تحت الحكم الإمبراطورية الروسية. طبيعي أنه في هذه الحرب كل طرف حاول يجند الأرمن هنا ويجند الأرمن هناك. يعني الروس أرادوا تجنيد الأرمن ضد العثمانيين، والعثمان أرادوا تجنيد الأرمن ضد الروس. لكن على العموم في بداية الحرب العالمية الأولى وتحديدا في ديسمبر من 1914 أراد العثمانيون مباغتة الروس، وشن حملة على القوقاز للسيطرة على أكبر مساحة هناك، وكان هدفهم الرئيسي احتلال مدينة باكو اللي هي عاصمة أذربيجان الحالية. لكن العثمانيين هزموا هزيمة نكراء في معركة سرقميش، وسرقميش ديت قريبة من منطقة الوجود الأرماني على الحدود ما بين الدولة الروسية والدولة العثمانية. لما هزم العثمانيون ألقوا باللوم على الأرمن، واعتبروا أن السبب الرئيسي في الهزيمة كان تواطؤ الأرمن مع الدولة الروسية، واتخذوا ضدهم مجموعة من الإجراءات العقابية الجماعية. الإجراءات العقابية الجماعية دي بدأت بتسريح الجنود الأرمن من الجيش العثماني، ثم إعدام عدد كبير منهم، إلقاء القبض على النخب، الرجال الأعمال، المفكرين، الكتاب، التجار الأرمن، عدد كبير منهم أيضا. في 2015 تحديدا في 24 إبريل من 2015 وقاموا بإعدام عدد كبير منهم، وده اليوم اللي اختاروا الأرمن بعد ذلك ليحيوا فيه كل عام ذكرى ما يسمونه بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين. لكن الفظائع اللي ارتكبها العثمانيون بيسبق هذا التاريخ وبيتلوه.
الحقيقة أن المعركة كلها على بعضها لم تنشئ العلاقة الملتهبة أو لم تخلق العلاقة الملتهبة ما بين الأرمن والعثمانيين. الأرمن أقلية مسيحية بتعيش في ظل الإمبراطورية العثمانية لسنوات طويلة جدا، ولسنوات طويلة كانت العلاقة ملتهبة ومشتعلة، تشتعل وبتهدأ، لكن اشتعلت لسنوات طويلة قبل هذه المعركة. وخلاصة يعني العلاقة الملتهبة دي أنه العثمانيين كانوا بيعتقدوا أن الأرمن تابور خامس، وأنهم إما على استعداد للتعاون مع قوى أجنبية مسيحية وتحديدا الإمبراطورية الروسية، أو بيرغبوا في إثارة القلاقل والتمرد للحصول على حكم ذاتي أو حتى الانفصال أو الانضمام للدولة الروسية. فيما إن الأرمن في كتبهم وتاريخهم بيقولوا إن إحنا أقلية تعرضنا لظلم فادح واضطهاد ديني وعرقي من الإمبراطورية العثمانية، وبيكتبوا في ذلك الكثير جدا. على العموم ده مش موضوعنا، في 2015 أيضا سن البرلمان العثماني قانونا بموجبه يسمح للسلطات العثمانية بترحيل مئات الآلاف من الأرمن من على حدود الإمبراطورية العثمانية الشرقية، يعني من على حدودها مع الإمبراطورية العثمانية، إلى الجنوب. فين في الجنوب؟ معظمهم في سوريا، أعتقد في منطقة دير الزور الحالية، حيث كانت هناك معسكرات يعني بدائية جدا في الصحراء السورية بتنتظرهم. ليه قاموا بترحيلهم؟ قالوا وجودهم خطر على الأمن القومي العثماني، لأننا لا نثق في ولائهم، وتم التهجير القسري بدون أي إعداد أو مؤن أو استعدادات، واضطر كثير من الأرمن أنه يقطع هذه المسافة على قدميه في مسيرات سميت في التاريخ الأرماني بمسيرات الموت. النتيجة أنه الأرمن بيقولوا في 1.5 مليون أرماني لقى حتفه، والأتراك الآن يقولون لا، فقط 300 ألف فقط لا غير. هل الخلاف فقط على العدد؟ لا، الخلاف على عدد وعلى ما هو أكثر من العدد، وهو التوصيف. الأرمن بيقولوا أن 1.5 مليون دول ماتوا كان عبارة عن إبادة جماعية، وتوصيف الإبادة الجماعية هو عمل متعمد لقتل شعب أو عرق بأكمله. فيما إن الأتراك بيقولوا اللي مات 300 ألف ولم يكن ذلك إبادة جماعية، ولكنه جزء من الفوضى التي عمت العالم أثناء الحرب العالمية الأولى، وجزء من الفوضى التي عمت إمبراطورية تتداعى وتتفكك. في مؤرخين لا هم أتراك ولا هم يعني أرمن انقسموا، فريق أصغر بيناصر وجهة النظر التركية، لكن فريق أكبر بيميل إلى وجهة النظر الأرمنية ويرى أنها كانت فعلا إبادة جماعية، وبيقدر العدد بأرقام متباينة لكنها أميل إلى الرواية الأرمنية. ومنهم على سبيل المثال الـ International Association of Genocide Scholars، اللي هي جمعية العلماء الدولية المتخصصة، يعني اللي بتضم علماء متخصصين في دراسة المذابح الجماعية، بيرجحوا أن العدد الذي قتل من الأرمن حوالي أكثر من 1 مليون، يعني أقرب إلى الرواية الأرمانية. القضية دي كانت وما زالت محل حساسية شديدة جدا للأتراك، لدرجة أنهم سنوا قانونا يجرم في تركيا كل من يصف ما جرى في 1915 واستمر ل 1917 بأنه إبادة جماعية. هما لا ينكرون وقوع فظائع، ولم ينكروا مسؤولية بعض المسؤولين العثمانيين السابقين، لكنهم ينكرون العدد وينكرون التوصيف. المسألة دي حساسة جدا للدولة التركية، إلى درجة أنها جعلت أحد ركائز سياستها الخارجية هو الضغط على حكومات دول العالم المختلفة لمنعها من وصف ما جرى في 1915 بأنه إبادة جماعية. الضغوط التركية دي نجحت في منع دول كثيرة من وصف ما جرى بأنه إبادة جماعية، وكانت من بين هذه الدول الولايات المتحدة حتى يعني أول أمس. وكانت دول العالم بتمتنع،
رغم أنه الأرمن وكثير من المؤرخين نجحوا في توثيق ما جرى من أطراف متعددة، أطراف أرمنية وشهود من سياسيين وصحفيين وعسكريين من دول كثيرة، من بينهم حلفاء الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وهم الألمان، فوثقوا الفضائع بشكل خدم القضية الأرمينية بشكل جيد جدا. مع ذلك كل دول العالم كانت بتوازن ما بين مصالحها مع تركيا الدولة القوية وما بين أرمينيا الدولة الضعيفة، أو حتى اللوبي الأرماني اللي هو بينشط في دول متعددة زي الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهم، وفي الغالب طبعا كانت الكفة بتميل إلى صالح تركيا. أعطيكم مثال على دولة من الدول دي كانت بتوازن مصالحها إزاي، والدولة دي هي إسرائيل. ليه بتكلم عن إسرائيل؟ لأنه منطقي كده على طول أول ما تشوف تاريخ إسرائيل اللي بنت جزء كبير جدا من الترويج لمأساتها على الهوليكوست، أي المذابح الجماعية أو الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر ضد اليهود أو المحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية. الطبيعي إن هم يتعاطفوا مع الأرمن، خصوصا بأن كثير من العلماء والمؤرخين اليهود يقرون بأن الأرمن تعرضوا إلى إبادة جماعية في الحرب العالمية الأولى. أزيدكم من الشعر بيتا. رافائيل ليمكن ده محامي بولندي وناشط سياسي، هو من ابتكر تعبير جينوسايد سنة 1943. قبليه ما كانش فيه توصيف لدولة بتقوم بإبادة جماعية لعرق كامل عن تعمد. هو لما ابتكر هذا التعبير هو طبقه على الهولوكوست أو المحرقة اليهودية اللي بعد كده اعترفت بها ألمانيا ودفعت تعويضات سخية جدا للإسرائيليين وحاولت التكفير عن ذنوبها، لكنه هو طبقه على اليهود لكنه استوحى من المآسي والمجازر التي تعرض لها الأرمن والتي كان يتابعها كمحامي وكناشط سياسي. على العموم ده أنا بقول كل دي كاعتبارات تجعل من إسرائيل في مقدمة، المفروض أن يكون في مقدمة الدول التي تصف ما جرى للأرمن بأنها إبادة جماعية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، والسبب ببساطة علاقة إسرائيل ومصالحها مع تركيا ومع أذربيجان. تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل بعد قيامها، تركيا اعترفت بها سنة 49 وجمعتها علاقة قوية جدا لعشرات السنوات، علاقات سياسية وأمنية واستخباراتية واقتصادية. الأمر الثاني، وما زالت تركيا علاقتها متوترة لكنها دولة مهمة جدا إن عادت المياه إلى مجاريها لإسرائيل. الأمر الثاني مصالح إسرائيل مع أذربيجان، وأذربيجان وأرمينيا طبعا خصمان لدودان، وتكلمنا على صراعهم التاريخي في حلقتين قبل كده وخصوصا إقليم ناغورنو كاراباخ، وكان في حرب بينهم في 2020 وانتصرت فيها أذربيجان بدعم إسرائيلي تركي ضد أرمينيا واستردت معظم أراضي إقليم ناغورنو كاراباخ، وبالتالي إسرائيل لهذه الأسباب امتنعت عن وصف ما جرى في 1915 بأنه إبادة جماعية. باقي دول العالم أيضا كانت بتوازن على هذا الأساس، مش مهم قناعتها إيه، المهم مصالحها إيه. في حوالي 30 دولة حتى الآن رغم الضغوط التركية الكبيرة أصرت على وصف ما جرى بأنه إبادة جماعية، ومن بين هذه الدول الثلاثين دول طبيعي لازم تعترف بحكم عدائها لتركيا زي اليونان وقبرص، ودول تانية كبيرة عندها اعتبارات أخرى زي ألمانيا وزي فرنسا وزي روسيا وزي إيطاليا، لكن ظلت الولايات المتحدة هي الجائزة الكبرى بالنسبة للأرمن والخوف الأكبر بالنسبة للأتراك باعتبارها أنها الدولة الأعظم في العالم. أرمينيا عندها لوبي قوي جدا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه بيتركز في لوس أنجلوس، لكن هذا اللوبي وكان هذا اللوبي قريب جدا من إقناع أكثر من إدارة أمريكية بوصف ما جرى في 1915 على أنه إبادة جماعية.
كان قريب جدا في 2007 مع رئيس جورج بوش الابن، لكنه تراجع في الفترة في الساعات الأخيرة. الرئيس أوباما مثل رؤساء أمريكان سبقوه قطع وعدا انتخابيا على نفسه، إن نجح ودخل البيت الأبيض سوف يصف مجازر 1915 بأنها إبادة جماعية. الرئيس الحالي بايدن كذلك قطع على نفسه وعدا بأنه سيصف أحداث 1915 بأنها إبادة جماعية، لكنه وفى. لماذا وفى؟ قبل ما أقول لكم ليه، أقول لكم الأول ما الذي يستفيده الأرمن. الأرمن هيستفيد انتصارا معنويا وسياسيا بالدرجة الأولى. الانتصار المعنوي بقى لهم 100 سنة، فنجحوا في مواجهة خصمهم أو عدوهم اللدود وهو تركيا، وهو انتصار سياسي. وظفوا فورا رئيس وزراء أرمينيا في الدقيقة الأولى لاعتراف الولايات المتحدة بأن ما جرى كان إبادة جماعية، وعلى طول عمل قياس بين ما جرى في التاريخ من 106 سنة وما يتعرض له الأرمن في الشهور الأخيرة والآن من جانب أذربيجانية، من جانب أذربيجان بدعم تركي، في إشارة إلى أن الحرب الأخيرة التي نجح أذربيجان في استرداد أراضي إقليم ناغورنو كاراباخ ذات الأغلبية الأرمينية كان نوعا من الإبادة الثانية، وقال إنه أرمينيا لا يجب أو الأرمن لا يجب أن يتعرضوا لإبادة جماعية، وقال أن كراهية الأرمن هي جزء من خصائص القومية التركية. يعني في محاولة لاستجلاب تعاطف العالم لوضع الأرمن الآن. تمام جدا، تماما زي ما عمل اليهود بعد محرقة الهولوكوست. التاريخ تاريخ، لكن بيترتب عليه تعاطف، يترتب عليه انك بتحصل على امتيازات سياسية لاحقا. الامر الثاني اللي يسعد الارمن هو التعويضات. الارمن بيطالبوا بتعويضات ضخمة، او عندهم ملفات ضخمة يمكن ان يطالبوا بها الاتراك. بالنسبة للأتراك هم خايفين من هذه الخطوة لسببين أساسيين. أولا انتكاسة وهزيمة معنوية كبيرة، لأنه الاعتراف بأن الإمبراطورية العثمانية ارتكبت إبادة جماعية بحق أحد الأقليات المسيحية التي كانت تعيش فيها هو إساءة وتشويه لإرث الإمبراطورية العثمانية. وحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان والتيار الإسلامي في تركيا وخارج تركيا حريص جدا على تبييض صورة الإمبراطورية العثمانية، ويعني تمجيد ماضيها، وهو بيبني سياسته الخارجية منذ سنوات طويلة على هذا الأساس. وأنا كلمت حضراتكم قبل كده عن العثمانيين الجدد، وإنه إزاي إنه الدولة العثمانية مع البلاد التي كانت تسيطر عليها عاشوا عدة قرون من الوئام، وإن ممكن إحياء ده بصيغ مختلفة، ليست الصيغة القديمة اللي هو خليفة واحتلال وفتح وآخره. وبالتالي الإساءة للإمبراطورية العثمانية هو ضرب للسياسة الخارجية التركية. الملف الثاني أو السبب الثاني الذي يجعل الأتراك يتخوفون من هذه الخطوة هو ملف التعويضات. الخوف من التعويضات أو مطالبة الأرمن بالتعويضات مش مبنية على احتمال منطقي، ولكن مبنية على سوابق. كثير من الأرمن سعوا في دول مختلفة اعترفت بأن ما جرى في 1915 كان إبادة جماعية لتحريك قضايا للتعويضات، منها على سبيل المثال قضية كانت يعني الإعلام تناولها بكثافة، قضية لمواطن اسمه أليكس باكالاين، إذا كنت بنت اسمه صح، وهو أمريكي من أصل أرماني. في سنة 2010 رفع قضية مع آخرين أمام المحاكم الأمريكية وطالب بتعويضات أظن 65 مليون دولار على أراضي صادرتها الدولة التركية، منها أرض في أضنة مقام عليها القاعدة العسكرية المشهورة أنجرليك. 2013 المحاكم الأمريكية رفضت هذه الدعاوى بناء على مبدأ معروف في القضاء الأمريكي وفي كثير من دول العالم، وهو The Political Question Doctrine. يعني إيه؟ يعني إن المحاكم لما بتلاقي إن القضية سياسية بامتياز بتقول ده مش محل اختصاصي، أنا غير مؤهلة للنظر في هذه القضايا السياسية. معناها إيه؟ معناها إنه الدولة
أو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الأول في الولايات المتحدة يجب أن تعترف أن ما جرى إبادة جماعية. في الوقت ده يمكن للقضاء أن ينظر للقضية ولا تصبح قضية سياسية، لأنه في اعتراف من الدولة الأمريكية بذلك. معنى كده أن اعتراف أمريكا باعتراف أمريكا يزول هذا الاعتبار The Political Question Doctrine، ويصبح القضاء قادرا على النظر في قضايا التعويضات، وهناك محامين شاطرين جدا يقدروا يرفعوا عشرات القضايا على الأتراك بمليارات الدولارات، وتظل تركيا في قضايا لعشرات السنوات المقبلة. وما ينطبق على الولايات المتحدة سوف ينطبق على غيرها من كل الدول التي اعترفت بأن ما جرى في 1915 كان إبادة جماعية. السؤال الأخير، ليه بايدن وليس أي رئيس أمريكي آخر هو الذي قرر بعد أكثر من 100 سنة أن يعترف أن ما جرى كان إبادة جماعية؟ طبعا هو زي غيره قطع على نفسه وعد انتخابي قبل الانتخابات، وهو مثل غيره يريد إرضاء اللوبي الأرماني، وهو مثل الديمقراطيين رفع شعار حقوق الإنسان، لكن كل ده مشترك مع رؤساء آخرين. الجديد أمرين، الأمر الأول أن هناك توتر وخلافات غير مسبوقة بين الدولة التركية وحليفتها واشنطن، غير مسبوقة لأن الخلافات السابقة بين تركيا والولايات المتحدة كانت بتبقى خلافات على تفاصيل. الآن الخلافات هو في صلب وجوهر طبيعة التحالف بين تركيا والولايات المتحدة. هل أنتم حلفاء؟ هل أنتم أصدقاء؟ الولايات المتحدة بتعتقد أن سياسات تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لم تعد حليفا، وفي حالة من الغضب والأنتي تركيش يعني سنتمنت أو المشاعر المعادية لتركيا بتزداد في الكونغرس بغرفتيه. وطبعا خصوصا بأنه أحد سياسات الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية هو تغذية الخطاب المعادي للولايات المتحدة وللغرب، وهناك قائمة طويلة بالخلافات بين الدولتين، كان آخرهم إصرار الرئيس التركي على اقتناء منظومة الصواريخ الروسية S-400 اللي كلمتكم عنها في أكثر من حلقة، آخرها S-400 هدية بوتين المسمومة إلى أردوغان. ده أولا. السبب الثاني الذي لا يتحدث عنه الكثيرون هو تراجع أهمية تركيا بالنسبة للولايات المتحدة. لماذا تراجعت وكيف تراجعت وما هو مستقبل العلاقات التركية الأمريكية؟ ده يحتاج مننا إلى حلقة أخرى إن شاء الله. أشكركم وإلى اللقاء.